قال لك هذا واحد القربي مريحين يدكو اونتخ باغونتاز يشربوا، كانوا مريحين. المهم هذيك هي يدكو يدكو يدكو، واحد ضربه صاي يدكو بجهد الدك صاي قاعد دكو يا ودي الدك سوقا جاه الجوع منا قلت الصرف. المهم بداو يخربوا في جيوبه كيما قبل ما بداو يخموا في العشاء قاع بداو يتوشوا في جيوبه، بداو يخرجوا كيما هكا دوك تقول واحد راه يلمد في 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 صداقه. تجي ديك 2000 3000 4000 من عطاو لواحد السيد هو اللي كان دك فيه، وقلت لك شوف دكه زينه. لمدوا له كاع داك الصرف طاوه له في ايده، قالوا له اسمع راه حنا محفورين غير روح دبر علينا ما نعالجو. شتوا داك الصرف راني نقول لك الطريق صح باش الحق، هو يحسب ويحسب ويحسب ما جاي يكمل الحساب. الضو الاول اللي بان له مع التكتار دخل لقراصه عند بوشي وعاد يحسب في الصرف، غير لحق داك البوشي مع الحساب دار له كيما 20000. لا 20000 واش اخويا؟ واش 20000؟ كاين شي حاجه في البوشي تاع 20000؟ هو ما تيشوف في داك الكونطوار، شوف 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 والو. قلت له هضر غير داخل الكبده باينه بلي من 300000 الفوق القلب، شكون هذا اللي باغي يقولوا له يقرب له كاع الكلا والو لي كوت هادو كاع منيتهم صيفطيني بفام يا راوين الجنحين. هادي راه كان يهضر لداخل درك بغى يهضر بفمه الجنحين، على بالك كيك شغل صاحي وجايه ثقيله في النطق راك فاهمني، هو كان داك ومدكوك تيقول لها 20000 فر له في بوشي.